كانت شبه الجزيرة العربية مسرحاً لتصادم الحضارات ونقطة التقاء للديانات والهرطقات المختلفة. تمثلت هذه الفترة بوجود كعبة في مكة وكعبات أخرى منتشرة في الجزيرة العربية، والتي أشرفت على حركات نبوية كبيرة كان لها تأثير ملموس في نشأة الإسلام. في هذا السياق، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي لعبته الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية في التوسع والسيطرة على طرق التجارة الرئيسية في شبه الجزيرة العربية. حاولت هذه الإمبراطوريات بكل ما أوتيت من قوة فرض سياستها ونشر ثقافتها عن طريق حلفائهم من المناذرة والغساسنة. لقد قطع بنو غسان شوطاً بعيداً في الحضارة، متأثرين بالبيزنطيين، فشادوا القصور والكنائس والمسارح، وشقوا أقنية الماء، على أن يد الدمار عبثت بأعمالهم فلم يبق منها اليوم إلا آثار ضئيلة منثورة في حوران، وضاعت قصائد مداحيهم، كحسان بن ثابت والنابغة الذبياني وأميت ابن أبي الصلتي. ولقد قطع بنو لخم شوطاً بعيداً في الحضارة أيضاً متأثرين بالفرس، وهم الذين أدخلوا الكتابة إلى شبه جزيرة العرب. وصلت المسيحية في شبه الجزيرة العربية أولاً إلى مدينة البصرة الواقعة على شواطئ الخليج العربي في القرن الرابع. وفقاً لروايات سعرد، وكان المطران داود من البصرة حاضراً في مجلس سلوقية، كما تبين مصادر التاريخ الكنسي دخول المسيحية إلى شبه الجزيرة العربية من أحد السبعين رسولاً. وقد ذكر مؤرخون من أمثال روفينوس وهيرويزوس أن متى هو مبشر اليمن والحبشة وبنتانوس الفيلسوف ترك الإسكندرية في القرن الثاني وتوجه نحو اليمن مبشراً كما قال أوسابيوس، وربما ظلت المسيحية خلال المرحلة الأولى في المناطق الساحلية متأثرة بمواكب التجارة البيزنطية، وقد انقسم مسيحيون شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بين النسطورية واليعقوبية. ينسب إلى نستوريوس المعتقد الديني المسيحي الرافض لعقيدة مجمع أفيسوس المعقود سنة 431 متر. يعرف أنصار كيرلس الأول باب الإسكندرية وخصم نستوريوس النسطورية بأنها العقيدة التي تؤمن بأن يسوع المسيح مكون من جوهرين يعبر عنهما بالطبيعتين، وهما جوهر إلهي وهو الكلمة، وجوهر إنساني أو بشري وهو يسوع. وبحسب النسطورية لا يوجد اتحاد بين الطبيعتين البشرية والإلهية في شخص يسوع. وما يغفر من أمهات كتب العرب كتاريخ المسعودي وسيرة الرسول لابن هشام أن المسيحية تقوت خلال القرن الثاني ودخلت في خصومة مع اليهودية من القرن الثالث، خصوصا بعد ارتداد الملك عبد الله بن مثور إلى المسيحية من اليهودية حوالي العام 273. كما أن المسيحية في عمان عدة قبائل وأساقفة ذكرهم ليقوت، وكذلك هو الحال في الساحل الشرقي أي قطر والبحرين والإمارات حاليا. فإلى جانب الوثنية التي لم تختفي في تلك النواحي، فإن بني تميم إحدى أكبر قبائل العرب كان من المسيحيين، يرأسهم المنذر بن سالي ومشاهيرة الحقبة بشر بن عمرو وطرف بن العبد. ويذكر أيضا ترسل قسم كبير من قبيلة أمرو القيس، وهم غالبية سكان الساحل الشرقي إلى جانب الجزيرة العربية ووالية الشام، فإن العراق سيما جنوبه كان دوما موطنا للقبائل العربية، جملها للقبائل كانت قد اعتنقت المسيحية، ولعل أبرزها وأكثرها شهرة المناذرة وأول ملوكهم جذيم الأبرش الذي اتخذ من الأنبار عاصمة له. وقد تعاقبت سلسلة من الملوك المسيح. وإلى جانب المناذرة، وقد تواجد المسيحيون في مكة أيضا،
ومن دلائل وجود المسيحيات في مكة أيضا مقبرة المسيحيين خارج المدينة نحو طريق العنبسة كما ذكر المقدسي، فضلا على تناقل هذا الدين القبلي وسالف قريش ومنهم عبيد الله بن جحش وعثمان بن خويلد وزيد بن عمرو وورقة بن نوفل وآخرون ذكرهم جميعا ابن هشام. أيضا في المدينة المنورة كان يوجد نوع خاص من الطوائف المسيحية التي نبذتها الكنيسة الرسمية واعتبرتها خرطقة، كانت تؤله مريم العذراء وتقدم لها القرابين. وقد ذكر هذه الطائفة عدد المؤرخين اليونانيين أمثال إبثانس متفقا بذلك مع ابن تيمية الذي أسمعه المريانيون. كذلك فقد أشار الزمخشري والبيضاوي لهذه الطائفة في تفسير القرآن، إلى جانب طائفة أخرى عرفت باسم الداووديين لمغالاتهم في تكذيب النبي داوود، وصنفها البعض من المؤرخين المعاصرين أنها بدعة يهودية مسيحية أو يهوى مسيحية. وكشر أخوي عزيز بطرس عن وثائق تقول أنه للمشارقة اسقف في يثرب وثلاث كنائس على اسم إبراهيم وأيوب وموسى. وقال الطبري أن قبل أحد تلامذة المسيح موجود في وادي العقيق المجاور للمدينة. وفي مكة أيضا اعتنق بنو جرهم المسيحية على يد ثالث ملوكهم عبد المسيح بن باقية، وأشرفوا على خدمة البيت الحرام قسطا من الزمن، وتنصر معهم بنو الأزد وبنو خزاعة، وقد أثبت ذلك أبو الفرج الأصفهاني. كما تمت حركة ترجمة نشطة لكتاب المقدس إلى العربية، ومن أعلى فترة العرب قبل الإسلام بطرس رئيس أساقفة بصرة. شهدت المنطقة تقلبات دينية كبيرة، حيث امتزجت الديانة الحنفية الإبراهيمية باليهودية والنسطورية. وقد أشارت الروايات التاريخية أن عبد المطلب جد النبي كان من أتباع الديانة الحنفية، وأنه اعتكف وتعبد في غار حراء مع غيره من الأحناف. وأيضا في ذلك الوقت ظهر أديان النبوة قبيل ظهور الإسلام، وأعتقد شخصيا أن كل نبي كان متحالفا إما مع الروم أو الفرس. من أمثال هؤلاء الأنبياء رويحة بن خويلد الأسدي والأسود العنسي ولقيط بن مالك الأسدي ومسلم الحنفي وأمية بن الصلت. لكن ما يميز هذه الفترة أيضا هو تأثير الحبشة التي سعت لفرض نفوذها في المنطقة عن طريق المسيحية اليعقوبية. وتعكس محاولات إبراهيم الحبشي لغزو وفرض السيطرة على مناطق متعددة مثل مملكة حمير الاستراتيجية. ومع ذلك لم تظل الأمور على هذا الحال، فقد تجمع العرب لاستعارة هويتهم ومكانتهم في حمير. ومن هنا ظهرت شخصية سيف بن ذي يزن الذي يعتبر أحد الشخصيات المحورية في التاريخ العربي القديم، حيث أطلق حملة لاستعارة مملكة حمير من السيطرة الحبشية، وكان مسيحيا وكان أيضا لكن على المسيحية النسطورية كما يبدو. استعار العرب هويتهم لكن تحت وطأة الفرس الذين دعموا سيف بن ذي يزن. خلال هذه الفترة قويت الهوية العربية لتأسيس دولة. حاول سيف بن ذي يزن أن يؤسس هذه الدولة لكنه فشل. فقد قامت أيضا محاولات لتأسيس دولة في تلك المنطقة تجمع العرب كما جمعت المسيحية الإمبراطورية الرومانية. يتبع في الحلقة القادمة. شكراً.